اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الاتصاف بصفة المهدوية صفة لها رونق خاص، جمالية خاصة، قرب في عالم الملكوت. هذه الكلمة كل إنسان في عصر الغيبة الكبرى وفي هذا الزمن يتمنى أن يتصف بصفة المهدوية. البعض يعتقد أن أن يكون مهدويا أمرا مستحيلا والبعض الآخر يستسهل هذه المفرده العظيمه ولكن لو نظرنا الى السيره المباركه الى اهل البيت عليهم السلام والى اصحابهم ونحن ايضا ضمن هذا التسلسل يا امه اهل البيت ولاصحابهم الاصحاب كانوا في عصور الامه عليهم السلام يعيشون الامه والان نحن نعيش في عصر الامام ايضا الفرق انهم كانوا يلتقون بصوره عامه الا ما ندر بالامام المعصوم عليه السلام ونحن الان نعيش في عصر الغيبه وانتم تعلمون ان هذا العصر في روايات اهل البيت له الاهميه واهميه الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف الاتصاف بهذه الصفه لو اراد الانسان ان يراجع نفسه أن ينظر إلى الحياة التي هو يعيش بها، إذا كان شابا، كان فتاة، كانت فتاة، كل من هو يتوجه إلى قضية الإمام ويهم هذا الأمر، كنت كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، لك هذا التوجه وهذا الاهتمام، أولا أن أوصف بصفة المهدوية صفة تحتاج الى مقدمات ليس الامر هو وسام يوضع على صدري ليست هي مسؤوليه في دائره حكوميه ليس الامر انما هو مسؤوليه في سلطه ليست هي شهاده تاخذها من معهد او جامعه وانما هي صفه يتصف بها الانسان بعد ان يمر بمرحله من السلوك بمرحله من تهذيب النفس بمرحلة من السعي المستمر للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. المشكلة أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وفي عالم المادة. هذه عالم المادة كل واحد منا كل إنسان يعيش عالم المادة من الطعام، الأكل اليوم المطاعم في كل مكان ويتسابقون بفتح المطاعم وعرض المطاعم وعرض الأكل وتنويع الأكل وأبعاد تعلمون بالعالم تصرف المليارات على موضوع الطعام والمطاعم لأنه جانب يشعر به الإنسان يحتاج إليه الإنسان في الأربع وعشرين ساعة الإنسان الجسد يحتاج إلى طعام المستمر لذلك نرى البهرجة الكبيرة والاهتمام والتفاعل أيضا ليس الاهتمام من جانب لا من جوانب متعددة في هذا الأمر هكذا الثياب اليوم تنظرون إلى هذه المجمعات وهذه الماركات العالمية الناس صارت تدفع على على الثياب وحتى على الاكسسوارات هنالك من يشتري ساعة وهو أخبرني بذلك بأكثر من ثلاثمائة ألف دولار ساعة واحدة وهذه الثياب وهذه الملابس وهذه الماركات العالمية والناس تشتري تشتري ماركات حسب المارك تتوجه إلى المحلات لو نظرتم إلى المولات وإلى المحلات الضخمة الكبيرة تتوجهون كم الناس يهتمون بموضوع الأتكيت والستايل وهذا أمر موجود هذه الجانب هنا هذان جانبان الطعام واللبس هنالك السكن وترتيبات السكن الانسان يعيش في عالم الناس يتحدثون في الماده، الناس يتحدثون بالطعام، الناس ينظرون الى ما تلبس مع الاسف الناس ينظرون الى الجوانب الماديه يقيمون الانسان. لذلك ترون ان اهتمامنا نحن في اوساطنا حتى في اوساط الملتزمين، حتى في اوساط المؤمنين تجد الاهتمام الكبير البالغ بقضيه الجانب المادي، انا لا اقول ان الانسان لا يهتم. ولا يأكل ولا يلبس ولا يرتاد هذه الأماكن، ولكن الجانب الآخر هو اهتمامنا بقضية الغيب، الاهتمام بالله تبارك وتعالى. عموما الناس الصلاة أمر جانبي، يعني يصلي صلاته بصورة سريعة وينتهي، الصوم ينتظر متى الإفطار حتى ينتهي من الصيام، شهر رمضان ينتظر متى يأتي العيد حتى يخلص من شهر رمضان عالم الغيب وعالم الروح عالم عموما الناس يهملون هذا الجانب ولا يعطوا ذلك الاهتمام الكبير هذا الاهتمام الظاهر للناس جعل اهتمام الانسان بجانب الروح اهتماما ضئيلا يزور الامام الحسين دقائق معدوده كان عنده خشوع قلب ما عنده خشوع قلب مش مهم قرانا دعاء كوميل حضرنا المجلس سمعنا بعض الكلمات، سمعنا محاضرة وانتهى الأمر. يعني قضايا تعتبر هامشية في حياتنا، في حال أن هذه القضايا هي القضايا الأساسية. المبادئ والمثل والقيم في حياة الإنسان، الصدق والطهارة والوفاء والتعامل مع الآخر. كل هذه أمور أساسية، وهذا ترتبط بجانب الجانب الروحي، الجانب المعنوي عند الإنسان. القضيه المهدويه لماذا الناس لا يهتمون بها لان الامام الان لا يعلمون الامام في اي مكان موجود ولا يتواصلون مباشره مع انهم يتوسلون بالامام والكثير ايضا يدعو يقول اللهم عجل لوليك الفرج ولكن لا يشعر بالامام لا يشعر بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كقضيه حياتيه نعم يذكر الإمام يضع يده على رأسه وإذا ولد له ولد يسميه مهدي وقد يحضر في مجالس دعاء الندبه انتبهوا ليس هو إنسان لا يهتم بالقضيه المهدويه لا يعتبرها على الهامش هي هذه المشكله هذا أمر يتعلق بكل واحد منا ومنكم كيف نحاول أن نخرج القضيه المهدويه من الهامش إلى الأساس يعني فعلاً فعلا اشعر بجوارحي وبمشاعري وعواطفي وعقلي وعاطفتي واحاسيسي اشعر بقضيه الامام المهدي اعيش معها كل يوم اعيش معها لما اذهب الى الوظيفه اذهب الى الدوام اذهب الى المدرسه اذهب الى الجامعه اذهب الى عملي لما اذهب الى اي مكان اخر شاب الرياضي لم يذهب, يذهب الى لكي يلعب رياضه مثلا في عنده مباراه اليوم يتوصل بالامام صاحب الزمان ولما يهدف يقول شكرا يا مولاي يا صاحب الزمان حتى في ذلك في كل شيء لا استثني استثني شيء كل شيء في حياتنا نربطه بالامام سلام الله عليه اريد اشتري بيت اريد اجر بيت اريد ابيع بيت اريد اشتري اغراض للبيت اتوصل بالامام يعني اجعل الامام المهدي في روحي فعلا كما ان الخلايا تعمل في جسم الانسان كما ان الدم يجري في عروق الانسان كما ان هنالك ادارات في داخل اجسادنا تعمل لابد ان نجعل ليس من اليوم الاول ولكن يكون ضمن اهتمامنا فعلا اجعل الامام المهدي اساس اجعل الشعور بالامام اساس هذه لبنه لبنه يعني مرحله مرحله لا اقول من الصفر انتقل الى المئة ولا الى الخمسين مرحله مرحله واحد اثنين ثلاثه اتدرج في قربي للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف الان قد يسال البعض كيف هذا التقرب كيف نصل كيف نصل من من بكره ابدا بدعاء العهد دعاء العهد قد يطول دقيقتين دقيقتين ولكن في دلالات عظيمه يعني تارة نقرأ دعاء العهد ونحكي مع الإمام الآن أبين مجموعة من هذه المقاطع التي تتعلق بدعاء العهد، أرد أقول كلمة أنه كما أن هنالك من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا أناس عاديين وارتقوا محمد بن مسلم الطحان، زراره، هشام بن الحكم والمفضل بن عمر مجموعة من أصحاب الإمام الصادق والباقر انظروا إلى تاريخهم كانوا من الأوتاد كانوا من الرموز كانوا من الكبار كانت لهم مكانة عظيمة عند الإمام الإنسان الذي يسأل الإمام يحوله في العقائد على فلان في الأحكام على فلان في كل شيء الإمام الصادق والباقر مدرسة كانوا في العلم وكان عندهم أصحاب يسيرون في هذا المنهج أصحاب بالماضي كانوا صفر ولكن هم سعوا للارتقاء، هذا الارتقاء اجعلوه اساس في العقل الباطن عندكم، في اللاوعي، ركزوا معي. اجعلوا علي ان ارتقي. ارتقي الى المهدويه. ان اكون انسانا مهدويا. اكون إنسانا مهدويه. اجعل هذه الكلمه المهدويه كاشاره كاساس في العقل الباطن. كيف؟ اقول دائما اسعى واحاول يوميا اجعل هذا هو الهم والهاجس لذلك اول مرحله حتى نعطي لا نتكلم في نظريه نحتاج الى تطبيق عملي تطبيق العملي انه تجديد العهد مع الامام تدرون الانسان يضعف يعني بالنتيجه هذا الانسان محافظ على ايمانه على صلواته مره واحده كان بالليل متعب صلاه الصبح صارت قضاء لما نصلي صلاة القضاء يعني درجة الإيمان تضعف لازم تنهض من جديد لا, لا يخيب أملك لا تقول أنه أنا خلاص انتهى أمري أنا ابتعدت عن الله المال المهدي الآن متأذي من عندي مو راضي علي معليش إذا أنت حاولت يعني مثلا كنت متعب يمكن نادوك يمكن منبه وضعت المنبه ولكن صلاتك صارت قضاء عمل خاطئ هذا يقلل من درجات الايمان ولكن لا يبعث الي الاحباط تثبط عزيمتي تقول خلاص انا انسان ما انفع انا بعيد عن الامام الامام لا غاضب عني لا استغفر قم صلي صلاتك واعمل اذكار يعني اذا كل يوم كنت تسوي استغفار 100 اعمل 500 اذا كل يوم تسوي صلوات 100 سوي 500 وحاول أنه صلاتك ما تصير قضاء صلاتك ما تتأخر عن وقتها هذه أمور مهمة بالنتيجة إحنا بعض الأوقات نضعف يمكن صلاة تصير قضاء بعض الأوقات أنا أوضع في موضع محرج يعني رحت إلى مكان وضع الغناء الغناء بالنتيجة بين سماع والاستماع الاستماع يعني أنا أقصد السماع السماع يعني رايح محل رايح مول وتريد تشتري حاجة ووضعين الغناء فانت لا تركز هذا يسمى سماعا الاشكاليه في الاستماع ولو الانسان يبتعد عن مواطن المعصيه افضل عموما اريد ان اقول ان الانسان لا بد ان يسعى ان يكون مهدويا المهدويه بطهاره السلوك وطهاره القلب والقلب لن يكون طاهرا الا لو كان السلوك طاهر بمعنى انه انا احافظ على حجابي المراه تحافظ على حجابها الحجاب التام بين ما بين الله انه الذي يكون ساترا ويكون احتشام كيف يكون احتشام المراه هي تعلم ذلك اذا اردنا ان ننظر الى الناس والناس ماذا يقولون والناس كيف يتكلمون الناس يقللون الناس يستهزئون يقللون من شاني ما اتمكن اعيش لازم انا اكون شخصيه قويه انا هذا واقعي وهذه حريتي الشخصيه ما اسمح للانسان يتدخل فيه في حجابي في التزامي في صلاتي البس لبس يكون هذا اللبس احتشامي يعني فيه مرضات الله والا لو لبست العباء على راسها ولبست بعدين عباءه تحتها مخصره او انها وضعت المكياج او انها لبست حذاء ملفت النظر ما عملنا شيء يعني البس عباءه والبس حذاء ابيض ملفت النظر ما عملنا شيء لذلك الانسان لازم يكون تركيبه كامله تركيبه كامله لا اسمح لهوى النفس، نعم نفسي تريد ان البس هذا اللون الابيض لانه ملفت وجميل، نعم اعلم وصديقاتي الملتزمات يعملن هن خطانا اخطانا اصدقاء المؤمنين بعض الاعمال يعملون خاطئه ليس معنى انه والله مجرد اصدقائي عملوا وهذول ناس ملتزمين ومؤمنين ويروحون للزياره واذا راحوا للزياره يعني خليناهم بالقدسيه العليا وإن كان هذا الإنسان مواظب على صلاة الليل، لا تجعلون له أفعال غير المعصوم، تعطوه منزلة أكثر من الواقع. فإحنا إذا أردنا أن نسير في المهدوية وأن أكون إنسان مهدوي، فعلاً اسم الإمام ينطبق عليه هذا إنسان مؤمن بالله، الإيمان بالله هنالك إسلام، هنالك إيمان. درجة الإيمان أعلى وأعلى وأعلى من الإسلام. مجرد أن تنطق الشهادتين أنت مسلم ولكن الإيمان درجة الإيمان هو جري عملي هو قلب هو طهارة هو سلوك هو فعل هو عمل لذلك الإنسان المهدوي أولا لازم يوميا ضعفت بالنتيجة طبعا لازم أحاول ما أضعف أقلل ليس معنى أنه أن أضعف دائما أعطي المجال لنفسي أضعف لا أحاول بعض الأوقات أن لا أضعف فإذا علي ان اجدد العهد، ليش صباحا؟ دعاء العهد مروي عن الامام الصادق عليه السلام وهذا الدعاء يوميا لا تخرج من البيت حتى تقرا دعاء العهد. لا تخرج من البيت حتى تقرا دعاء الامن. يا من تحل به عقد المكاره، هذه اسرار بالحياه. لا تقول انه انا يوميا التزم بها وشنو فائدتها؟ انت لا ترى كل الفائده. ليست هي شاشة أمامك الفائدة الأولى والثانية والثالثة هنالك فوائد كثيرة دفع بلاء عنك تيسير الأمور كثير من الأمور اللي تجري التوفيقات بحياتك إلى أسباب لذلك دعاء العهد الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول بكل حرف ليس بكل جملة ليس بالدعاء بكل حرف من الدعاء الله يرفعك يرفعك إلى السماء ألف درجة يمحو عنك ألف سيئة يعطيك الف حسنه بكل كلمه من هذا الدعاء. مروي عن الامام الصادق سلام الله عليه مفرداته فعلا مدرسه، مدرسه في المهدويه. الانسان المهدوي اول امر لابد عليه ان يواظب على صلواته في وقتها، هذا واحد اللي هذا بتفصيل ولكن باجمال. اولا إذا أردت أن تكون مهدويا فعليك أن تواظب على صلواتك في وقتها هسه يمكن شاب يقول أنا في الجامعة وعندي درس بمجرد أكلم الأستاذ أكلم العمادة أكلم الرئاسة أنه في وقت الصلاة لا يكون ولو عشر دقائق يكون وقت الصلاة بالجامعة ما في مصلى سجادتي وياي أفرش على جنب بالجامعة وأصلي ما لك علاقة باستهزاء الآخرين إذا ضحكوا عليك ذولا مساكين ذولا مرضى كن قوياً صلي صلاتك ولا تخشى من أحد أنت في الوظيفة خمس دقائق عشر دقائق صلي صلاتك معلش ما في مشكلة لا تطلع لمسائل الشرعية هاي يجوز ما يجوز ما أشبه ذلك نعم يجوز صلي في الوظيفة يجوز صلي في المعهد يجوز في المدرسة يجوز في الجامعة أخذ السجادة معك وصلي صلاتك أهم من وظيفتك وأهم من شهادتك وأهم من جامعتك وأهم من كل شيء في حياتك هذا اللي تنفعك يا مسكين شنو ينفعك في هذه الدنيا أولا الصلاة في وقتها. الآن الجامعة ما غيرت موعد الدراسة، بعد الانتهاء من هذه الحصة مباشرة تكون على وضوء أنت من قبل. صلي صلاتك. مو يوم اللي أرجع للبيت وبعدين أدعو الله إلهي، أنا دعيت ربي وسويت مجموعة من الختومات والله ما قضى حاجتي، أبسط أمر للصلاة في وقتها نحن لا نصليها. وبعدين نطلب الله سبحانه وتعالى لازم تقضي هذه الحاجه وتسوي هذه الحاجه كانه الملائكه جالسين امامك وتفضل مولانا ماذا تريد؟ حتى احنا ننفذ لك هذه الاوامر. هذا الامر الاول. الامر الثاني هو دعاء العهد. دعاء العهد اللي صباحا اللي انا اقول ان الانسان يرمم ترميم، احنا الضعف اللي عندنا في حياتنا الايمانيه نرممها، شلون نرمم هذه درجات الضعف؟ نرممها بهذه الطريقه. نرمم درجات الضعف الايماني بهذا الدعاء بالاستغفار بقول لا اله الا الله فنرى ان النفس تحتاج الى ترميم دائم دائما تحتاج الى ترميم شلون ارمم اقرا دعاء العهد؟ شلون ارمم دعاء الامن؟ هذا عظيم جدا دعاء الامن نصيحتي لكم جميعا لا تخرج من البيت يمكن دقيقه او دقيقه ونص دقيقة ونص دعاء الأم لا تخرجوا من بيوتكم حتى تقرأوا هذا الدعاء ولما تقرأوا اقرؤوه بعناية بتوجه يعني حتى تفهم ماذا تقول ماذا تحكي مع الله تبارك وتعالى فإذا ماذا تقول في كل يوم شوف هذه أنا بدأت أجعل مو هذا اللون ظاهري لا هذا في داخلي في روحي يبدأ هذا الشيء اللهم اني اجدد له في صبيحه يومي هذا اجدد يعني ماذا اجدد يعني انا كنت على الولاء كنت على الروح المهدويه كنت بايعت الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه اماما اماما وحجه الله وسيدي ومولاي وبقيه الله انا كنت قد بايعت الامام ولكن هذه البيعه ليست في يوم واحد في كل يوم حتى اجعل للامام المهدي المكانه والمنزل العظيمه هذه البيعه ليس للانسان العادي يكن من يكن هذه البيعه ليست لغير المعصوم انتبهوا جيدا ركزوا في عقائدكم هذه العقيده السليمه العقيده السليمه في محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم ولا تتبعوا اهل الدنيا ما عندنا بيعه الا لصاحب الزمان الا لحجه الله الا لبقيه الله هذا الطريق الحبل الممدود من الائمه الى رسول الله الى جبرائيل الى الله تبارك وتعالى البيعه مع الله بيعه مع امام زماني كيف ابايع الامام المهدي يوميا عليك ان تبايع وعليك يوميا ان تجدد هذا العهد في الولاء والانتمام للإمام المهدي سلام الله عليه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا البعد وما عشت من أيامي ليس في هذا اليوم يمكن أنا بكرة يمكن ما قرأت الدعاء إلهي أنا صار عندي ظرف نسيت تمرضت كنت في سفر كنت مرهق كنت طالع في مشوار كنت في طائرة ما صار عندي ما التفتت لقراءة الدعاء إلهي أنا باقي على هذا العهد مع الإمام المهدي هذا العهد من قبل والآن أجدده وما عشت من أيامي كل أيام حياتي أنا على البيعة مع الإمام المهدي منتظر هذا الصدق مع الإمام هذا الانتماء إلى الإمام مجالسنا لابد أن تكون زاهرة بذكر مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليه لابد أنه حتى في مجالسنا العامة والخاصة إذا دعينا خطيب إلى مجلسنا أقول هذه الكلمة لأهل المواكب ولأهل الهيئات وحتى اللي يعمل في بيت مجلس قل مولانا لو سمحت أريد محاضرة عن الإمام المهدي اتكلم أن عن وظيفتنا في عصر الغيبة اتكلم أن ماذا قال لأمة في الإمام المهدي سلام الله عليه شنو لازم نعمل فلذلك إحنا اللهم إني أجد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا شوف العبارة عهد وعقد وبيعة ثلاثة أمور ثلاثة أمور عهد وعقد وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا أبدا يعني أبقى متمسكا مهما كانت الظروف مهما كانت الأجواء أكون بهذا العهد وهذه البيعه وهذا العقد مع الامام سلام الله عليه، نعم؟ آه نعم اذا في اتصالات نستقبل الاخ ابو مهدي من البصره، تفضل وحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا حفظكم الله. بدون على صاحب الزمان عليه بس شو صوتك مو واضح لو سمحت وضح لي يعني. نعم نعم. شوي العزيز هل يتوقف ظهور الامام على القاده 313 نعم الارضيه بعد ما تحقق ظهور الامام يعني احسنت احسنت دخل حياك الله عزيز ابو مهدي طبعا بالنسبه لهذا السؤال اللي يرتبط ب 313 هل هم الان يتوقف الامام عليهم ام لا هذه من الاسس والروايات اللي وارده عن اهل البيت عليهم السلام انه أصحاب طالوت 313 وأصحاب الرسول في بدر 313 وأصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه كلها سلسلة مترابطة ولكن الآن موجودين أو غير موجودين لا نعلم، هذا العلم عند الله تبارك وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى لو أراد ذلك بين ليلة وضحاها يتحقق أمر الله إرادة الله فوق كل شيء يعني 313 موجودين لا نعلم ولكن لو كانت إرادة لو شاءت إرادة الله في أن يكونوا هؤلاء 313 موجودين لكانوا بالنتيجة الأمر نعم زين الآن موجودين منهم هؤلاء يعني أسماء معينة زين سؤال خلي أضيف إلى سؤال الأخ أبو مهدي زين ممكن أنه أنا أكون من العدد 313 نعم من النساء اللي موجودين خمسين امرأة صحابية ممكن أن أكون من الصحابيات نعم الإنسان اللي يعمل الإنسان اللي يسعى لقمة حلال أكلها ولو خبز يابس أكل أقصد الكلمة أقصد الكلمة لا تصور شعار أقول فعلا أن تأكل خبز يابس أفضل ما تأكل لقمة حرام لما أنا أحافظ على بطني احافظ على وجودي احافظ على طهاره نفسي احاول ان ارتقي وارتقي وارتقي باعمالي وسلوكي تقربي الى الله علاقتي بالامام لماذا انا ما اصل 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 الى تلك المراحل هذه مراحل معنويه وروحانيه واخلاقيه اتمكن بسلوكي ان ارتقي لما ان يبتعد من الغيبه والتهمه والنميمه وهذه النفس الاماره ابتعد من عدها طبيعي اقدر ان يرتقي اوصل لاصحاب الامام فاذا 313 الامر بيد الله تبارك وتعالى الان موجودين قد يكونوا موجودين ولكن لم يؤذن لهم مو انه العدد بعد ما اكتمل انتبهوا البعض يقول لك العدد مكتمل اكتمل اراده الله لو اراد الله ان يكتمل العدد لاكتمل بالنتيجه امر الله محتوم ولكن تقدير من الله تبارك وتعالى، نحن نسلم الامر الى الله، لذلك الامام يقول ادعوا لي بتعجيل الفرج ادعوا لي بتعجيل الفرج، العدد قد يكون موجود، لا تنسوا ايضا هنالك عندنا موضوع الرجعه يعني ايضا هنالك من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله يرجعون يعني يعودون لنصره الامام صلوات الله وسلامه عليه هذا كلهم موجود اتصال من وين؟ الاخت ام نور من ذي قار، تفضلي يا اختي. عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول الله يحفظك ويخليك دوم كلمه الله يبارك شوي ابتعدي ابتعدي عن السماعه يعني الموبايل بعدي شويه عنك حتى الكلام يطلع واضح. الله يحفظك ان شاء الله حياكم الله، تفضلي يا اختي. شيخنا تدوروا لك انا كنت مستعده من هاي السؤال يعني ما اصلي هاي بس ما يعني منتبه هيك على انه الامام المهدي هيك ادعي يعني يعطيني ما اشكي له همي احكي لك الصراحه. نعم. انا قررت من هذا الشهر رجب دعيت قلت له يا رب اريد من الله ومن الامام المهدي يوفقني اني اصوم شهر رجب وشهر شعبان. من الله او الامام المهدي جلس اصوم وما له غرض ما افكر باي شيء ولا افكر افطر وصلاه الليل جلس اصليها الحمد لله او شيء وورا صلاه الصبح اقرا زياره الامام المسجد عجل الله فرجه واسبح واقول يا مهدي اعطتني يا مهدي وفقني انا يعني انا يعني اقول الامام إن المهدي يستقبل دعائي يستقبلني انا كنت غافله يعني كنت مثل النايمه وهسه صحيت <applause> اطلب <applause> نعم. من الله والامام المهدي وحضراتكم تدعون انها نعم مضرزه والعافيه والله الله السماء نعم. هو احسنتي بي. يعني الامام المهدي قابل علي اذا انا إن, ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامام يقبلك طبعا كنترول يا ريت تاكدون على موضوع وضوح وضوح الصوت الصوت ما قاعد يطلع واضح بالنسبه لي جزء من الكلام مفهوم وجزء غير مفهوم عموما بالنسبة للأخت أم نور من ذي قار إن شاء الله يكون توجه توجهك للإمام المهدي ليس في رجب وشعبان إن شاء الله دائما في كل يوم في مضان الإجابة في كل لحظاتنا نتوجه إلى الإمام نستغيث بالإمام مو يوم اللي عندي بس حاجة عندي حاجة دنيوية أريد الله يحققها إلي أتوجه للإمام لا إحنا في كل قنوت كل قنوت لما تقنتون للصلوات اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن او اللهم عجل لوليك الفرج يعني بالنتيجه ذكر الدعاء للامام وذكر الامام لما تاتون الى زياره الامام الحسين وانتم تنطلقون من بيوتكم انه ان هذه الزياره هي بالنيابه عن الامام عجل الله تعالى فرجه لما تقرؤون القران اعتبروا قراءه القران بالنيابه عن الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف وايضا قضاء حوائجنا، ايضا قوا... قضاء حوائجنا، أي... ايضا توجهنا للامام صلوات الله وسلامه عليه. آه الاخ جميل من بغداد، تفضل اخ جميل. ساكم الله بالخير شيخنا العزيز. مساكم الله بالخيرات والبركات، اهلا ومرحبا. شلونكم اغاتي؟ شلون صحتكم؟ الحمد لله، حياك الله وبياك. شيخنا العزيز هم تحققت علامات من, من ظهور الامام الحجه عبد الله فرجه الشريف يعني الى الان لم تتحقق اي علامه من العلامات الحتميه احنا ذكرنا آه العلامات, العلامات الحتميه ذكرناها خمسه اللي هي خروج السفياني واليماني وقتل ذي النفس الزكيه والخسف في البيداء والصيحه صيحه جبرائيل هذه العلامات بل. الخمسه الحتميه الى الان لم يتحقق منها اي شيء يعني بل. هذا الكلام الان ذكر اليوم واحد وعشرين واحد الفين وثلاثه وعشرين ملتفت اليوم اليوم واحد وثلاثين واحد, وثلاثين واحد 2023 ميلادية إلى هذا اليوم لم تتحقق أي علامة من العلامات الظاهرية حياكم الله بارك الله فيك شيخنا بارك الله فيك عقلتك عاقبتك إن شاء الله ممنون موفق إن شاء الله الأخ صلاح من الديوانية تفضل أخ صلاح السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يحفظك وطبعا هو موضوعك موضوع جيد وهو امل الامه نعم امل الامه الاسلاميه والعالم اجمع بس احنا الله. اني اني حاليا هسه قاعد اشاهد موضوعك وموضوعك جيد جدا وراقي نعم. احنا من الهيئات والمواكب. اعتقد انه اليوم اغلب الشعب العراقي في الشيعه والسنه عندها معلومات كافيه عن الامام المهدي وعملية الظهور وما اخفيك وما اخفيك من السر اقسم برب العالمين اقسم برب الامام المهدي من مراحلنا والامل اللي بالامام المهدي احنا مخزنين قوت عام حسب الروايه ولكن اني حدثت بس فد شغله هذه الايام عندنا موضوع المخدرات اللي قاعد ينتشر بكثافة بالعراق نعم <applause> المخدرات اللي قام قام تتوزع بدون اموال هو عمليه استهداف عالمي هو عمليه استهداف لضرب الشباب العراقي اولا no. هم هم يتصورون انه شنو احنا لازم لازم نجي هاي الشباب نديلها على ما تنتبه لك عمليات ما تنتظر ما تنتظر الامام ولا تعرف الامام ولا ايش راح يصير. احنا اليوم لازم اهم شيء واحنا وياكم، احنا اليوم نعمل هسه انا قسما بالله انا عندي الحمله الوطنيه لمكافحه المخدرات واذا تريد نتواصل انا وسماحتك آه على شو اسمه لك بعض الصور وبعض شو احنا اليوم لازم نكافح المخدرات، عندي عمل تعاوني مع العتبه العباسيه المقدسه طبعت لنا 10000 منشور الله يديهم الخير. شيخنا احنا اليوم ناكد على موضوع المخدرات و... وعملية استهداف الشباب اللي قاعد يجرجروهم من هاي الناحيه. وانا شكرا جزيلا لكم حياك الله ولعملكم وال... الله يبارك فيك، يعطيك العافيه، طبعا اخونا العزيز احنا في قضيه يعني هذه الامور اللي تفضلت بها احنا الان هذا عصر الاختبار والامتحان والغربلة الإمام الصادق يقول أن الإمام لا يظهر حتى تغربلوا وتغربلوا وتغربلوا حتى يمحص الناس قضية المخدرات هي ليست في العراق فقط حتى في أمريكا لما كانت في أمريكا في ديربون في ميشيغن بالشهر أكثر من عشرين إنسان عربي يموت من الشباب يموتون بالمخدرات المخدرات طبعا بالعراق ما كانت موجودة الآن هذه من الأسلحة الفتاكة اللي دخلوها بالعراق ومج... وكل الدول يعني الدول يحاولون آ... تميع الشعب يخلي الشاب هذا مخدر فعلا مخدرات يخدروه هذا الشعب حتى أرباب الحكم والأحزاب والفئات تحكم على كيفها يعني يعملون ما يشاءون وشبابنا مخدرين ينظرون وكأنه لم يكن هناك شيء لا شك أن هنالك مخطط في قضية المخدرات وقضية الشباب وبعض الندوات تصير بالجامعات بس أنا أقول كلمة هي مو قضية منشورات أنت تقول الآن يهيؤون منشورات أخي الكريم إحنا إذا عدنا مشكلة تسمى المخدرات العلاج ليس بالمنشورات اليوم الشباب احنا ما عاملين لهم برامج انت تتصور الشباب يقرا مسوي له منشور اي شاب يقرا هو الظاهر اللي يعمل منشورات مو عارف المسؤوليه ما يعرف شلون يوصل لهؤلاء الشباب الشباب لازم تخلق له بديل الشاب لازم تحتوي الشاب لازم تعمل له مراكز الان كمثال مثال بالعراق وغير غير العراق احنا ما نتكلم بالعراق فقط العراق كنموذج نموذج العراق الان المراكز الشبابيه اللي موجودة في هذه المحافظات وين موجودة؟ أنا أسأل سؤال الآن في كربلاء المقدسة في الديوانية في البصرة المراكز اللي تحتوي الشباب برامج رياضية ترفيهية توعوية تثقيفية عقائدية وينها؟ ما موجودة احنا المشكلة ان اللي بيدها المال سواء كان الجهات الدينية المؤسسة الدينية ما عندها ذاك التفكير اللي تتمكن تستوعب الشباب اليوم ليش الشباب اليوم تعال مثال جدا واضح هذا خليجي 25 في البصرة يعني الآن شنو المشكلة أنا أحضر مباريات ماكو مشكلة بالعكس أنا أحضر المباريات وأشجع فريق بلدي وأفرح إذا هدف إذا أي شيء ماكو أي مشكلة ولكن إحنا ما شفنا الإمام المهدي سلام الله عليه إحنا بالشوارع ما شفنا شيء يافطة مكتوب اللهم عجل لوليك الفرج وحتى بالملعب ما شفنا أي شيء حتى ما شفنا حتافات للإمام شو المشكلة شنو المشكله في الملعب في المونديال في خليجي 25 اهتف للامام المهدي ادعو لتعجيل فرج الامام شنو المشكله؟ تعال اسالك سؤال ليش تبعد الامام المهدي من الحياه؟ الامام معانا موجود حتى اذا عند المباريات المبار... حتى في اي شيء خلي فرحتنا نتقاسم بها مع الامام الشعب فرحان والناس فرحانين وهذا انجاز بعدين تعال اخبركم شيء مهم يعني انتم الان العالم كله يحكي بكرم اهل البصره هذا الكرم من وين؟ هذا الكرم من مواكب الامام الحسين. هذا الكرم من خدمه الامام الحسين. هذه البيوت اللي وهالشباب وهالمراهقين وهالناس اللي شفتوهم بالشوارع هالكرم هذول ماخذين عبر من مجالس الامام الحسين. هؤلاء ابناء المواكب الحسينيه، ابناء الهيئات، هؤلاء ينصبون مواكب للمشايخ. هؤلاء الناس هؤلاء تدربوا في مدرسه اهل البيت عليهم السلام. الحل ليس بالشعارات وليس بالمنشورات برنامج عملي نعم كنترول نعم الاخت ام اسلام من الموصل تفضلي يا اختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يعني اول شيء انا اشكرك على هاي البرنامج حياك الله جدا الله يسلمك شيخنا يعني رب البيت يعني شنو اللي يعني مطلوب من عندي أقدم للإمام عليه السلام وأن أربي أطفالي على حب الإمام وإنه نكون يعني إحنا سعاده منتظرين الإمام نعم هو أي سؤال هو بس سؤال عشان ما مو واضح الصوت مو واضح عندي اذا تبعدين شوي الصوت او تقلين صوت التلفزيون حتى اسمع الصوت هو انا خارج الغرفه يعني بس شيخنا يعني انا كربت بيت انت كربة بيت اي نعم احسنت واضح واضح الصوت الان انت كربة بيت اختي ام اسلام من الموصل انت كربة بيت لك دور جدا مهم في تربيه ابنائك تربيه مهدويه يعني حب الامام اي نعم يعني ماذا يعني ماذا اولا يوميا علمي اولادك قولوا سلموا على الامام المهدي خلي ايدهم على صدرهم توجهوا للقبلة السلام عليك يا صاحب الزمان هذه النقطة الاولى النقطة الثانية عندك ثلاثة أطفال مولانا، نعرفهم. النقطة عندي نعم أطفال يعني حافظين دعاء الفرج الله يعني ايه؟ بارك واحد عمره ثمان سنوات جيد عمره عشر سنوات علمهم على دعاء الفرج يعني باختصار جيد جدا، جيد جدا. تقري لهم دعاء الندبة مثلا إما أنت تقرين أو وحدة أو واحد من أولادك بالبيت تقرين دعاء الندبة أو تفتحون مثلا على اليوتيوب دعاء ندبة لأحد الأصوات تسمعون دعاء الندبة تقرون دعاء الندبة كل يوم جمعة علميهم ترى يوم الجمعة لازم جميعا نقعد قبل ما نتريق قبل ما نأكل فطور لازم نقرأ دعاء الندبة وبعدين أنت كأم لازم تقرين كتب في الإمام المهدي تقرين كتب في الإمام هو المهدي أنت وصيتني على كتاب يوم الخلاص والثاني نعم أحسنتم جيد يوم الخلاص لكامل سليمان من الكتب الجيدة الممتازة كتب في الامام المهدي اقري وحاولي تعطين هذه الثقافه الى ابنائك، شلون ترضعيهم؟ هكذا تعطيهم حب الامام والتعلق بالامام وفعلا تخلقين جو عائلي في عائله مهدويه مباركه، وجزاك الله خير على هذا الاهتمام وعلى حمل روح الامام المهدي، موفق لكل خير ان شاء الله. بارك الله فيكم، ان شاء الله موفقين. الله ان شاء الله. فاذا نحن نستمر بتجديد العهد مع الإمام المهدي سلام الله عليه في دعاء العهد وبعدين تقرؤون فقرات فعلا كل فقرة من فقرات دعاء العهد تربطنا بالإمام إحنا نحتاج يوميا واحد يجدد إن العلاقة مع الإمام يعني لما أنا أحضر محاضرات في الإمام المهدي يعني تارة أقرأ كتاب تارة أدخل على يوتيوب أستمع إلى أناس فعلا هؤلاء الناس هؤلاء المحاضرين المت... ثقات يحكون الي عن الامام المهدي بالعقيده السليمه والصحيحه، نقرا في دعاء العهد ليش انا اقول هذا الدعاء يحتاج ليش الانسان لازم يقرا يوميا؟ احنا ليش نصلي يوميا؟ ليش عندنا صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ شو السبب؟ وصلاة الواجب وفي نوافل أيضا يعني في نافل للصلاة وفي صلاة الليل وفي صلوات متعددة ليش في شهر رجب كل يوم في صلاة شو السبب في شهر رمضان كل يوم في صلاة شو السبب زين أنا صايم فوق الصيام لازم أصلي نعم لأن روح الإنسان تحتاج إلى تعبئة هذه التعبئة الإيمانية مهمة فالتعبير مو يعني انا يعني انا ما اصلي، اقول انا انسان مؤمن وانا ما اذي الناس، لا هذا ما يكفي. يحتاج ان تصوم وتصلي وتلتزم بامر الله تبارك وتعالى، فلذلك دعاء العهد يوميا هذه نقطه اساسيه، يوميا لما تقرا الدعاء انت دائما هذا التفاعل مهم. يعني اذا عدنا جمود في مشاعرنا تجاه الامام، هذه مشكله كبيره. فاحنا لما عقائديا نعبي العلاقه مع الامام المهدي سلام الله عليه ونبدا بدعاء العهد، شوفوا الان نقرا مقطع اخر اللي يحتاج الى تأني. اللهم اجعلني من انصاره واعوانه والذابين عنه والمسار هذه الكلمه اللي راح اقولها الان فعلا جمله بالغه الاهميه. اهل المعرفه يفهمون كلامي. اللي عنده توجه للامام المهدي، عنده علاقه بالامام، طبعا لما انا يومي اقرا دعاء العهد واقرا زياره ال ياسين وادعو لفرج الامام، واقرا اليوم صفحه صفحتين في معرفه الامام من الكتب الموثوقه، تدرون الامام يلتفت الى اهتمامكم. لمن ينظر الى هذا الاهتمام، الامام يفتح لك المجال اكثر، بس لازم تقدم انت. انت لازم تقبل لا تتوقع ان الامام يقول انا اريد الامام يوفق لي هذا الشيء اول مره انت بادر حتى الامام بعدين يوفقك لهذا العمل فالبدايه الاولى بماذا بالمبادره من عندي انت لازم الخطوات نحو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه تكون خطوات من عندك لذلك شوفوا هذه الجمله تحتاج الى عنايه تحتاج الى فعلا يحتاج الى فهم والمسارعين اليه في قضاء حوائجه. يعني الانسان يصل الى مرحله من الايمان من المهدويه من القرب من الامام المهدي انه الامام يعني انت ايها الشاب، انت ايتها الفتاه انتم شباب الامام المهدي، انتم الشباب العاشقين للامام المهدي. انت اللي رايح للجامعة وحامل الامام المهدي وياك ومو ناس الامام المهدي تذكر الامام عينك الامام المهدي اذنك الامام المهدي لسانك الامام المهدي وهذا امر مو هين الله يعين الشباب مع هذه الملذات الله يعين الشباب مع هذه المغريات اللي موجودة ليس بالامر السهل ان اليوم الشاب والفتاة يروح إلى مكان يشوف العالم عالم ملذات وشهوات وتجاذبات وأحافظ على نفسي إيش كثر إلى قيمة هذا إيش أنت إنسان مهدوي فعلا مو باللسان يقول ان أنت إنسان مهدوي لا بسلوكك لا يحتاج أنه يقال لك هذه الكلمة لا أنت بهذا السلوك إيش كثر الإنسان عند قيمة وعند مكانة ومنزلة حتى يقدر يوصل لهذه المرحلة ان الانسان يرتقي ويرتقي ويرتقي حتى يكون من المسارعين يعني تسارع في ماذا؟ في قضاء حوائج الامام. قضاء حوائج الامام يعني انت تقضي حوائج الامام. ايش كثر هذا الشعور مهم انه الامام يطلب من عندي طلب انه انا اؤدي هذا الطلب انه انا اقضي حاجه الامام شو من عند شنو عنده طلب معين؟ شنو يريد تحقيق اي شيء الإمام سلام الله عليه؟ انا احقق له هذا الشيء. يعني هل كثر انت تكون قريب من الامام؟ عجل الله تعالى فرجه، هذا التفكير اللي نريده. اليوم شبابنا احبتي توجهوا الى الامام المهدي بهذا التوجه. اتركوا الدنيا. اتركوا هذه الامور اللي احنا هذه اللي امور احنا كبرناها و... وعظمناها وجعلنا يا جماعه الخير تعالوا ركزوا للناس وهذا الكلام لاولياء الامور هذا الكلام للمربين هذا الكلام لمن هم بيدهم بعض ال... الاساليب لايصال الكلمه للناس يا ناس يا عالم تعالوا وجه الناس للامام المهدي لا تخلي الناس يلتفتون حول هذا الانسان وذاك الانسان هذا الانسان وذاك الانسان انسان مؤمن، شخص عنده درجه من العلم، قدم خدمه، جزاه الله خير ولكن تعال وجه الناس للامام المهدي سلام الله عليه. تعال خلي الناس يلتفون حول الامام يشعرون بلذه القرب من بقيه الله الحجه ابن الحسن. تعالوا رجعوا الناس الى الطريق القويم. الناس وجهوهم الى السكه الصحيحه في التقرب الى امام زمانهم. لا تصيرون تلفون وتدورون على مصالحكم على أسماءكم على عناوينكم تبحثون عن هذا الاسم وهذا الاسم كبر هالصورة وكبر هالعنوار وكبر هالشخص يا جماعة تعالوا إلى إمام زمانكم تعالوا شوفوا إلى هذا المنهل المعين تعال انظروا إلى هذه الدرجات الربانية تعالوا انظروا إلى نور الله جعله الله في مهدية آل محمد خل الناس الآن في هذه المرحلة يتوجهون للإمام خل الناس يبتعدون من بعض الأشكال في الدنيا وإن كان من المؤمنين وإن كان من أهل الإيمان الآن درجات أهل الإيمان درجات الدرجة العظمى للمهدية آل محمد هذا الالتفات ولكن إحنا نعيش في عالم مليء بالمصلحة مليء الناس يدورون على مصالحهم يبحثون عن مصالحهم يبحثون عن الدنيا عن امتيازات في الدنيا ولكن الامام المهدي سلام الله عليه كم هو الان نحن بحاجه اليه يعني تتكلمون عن ازمه اقتصاديه تتكلمون عن ازمه سياسيه تتكلمون عن مشاكل مع الاخرين الاعداء متربصون بنا في كل هذه الازمات ما فكرت ان لكم امام منقذ مخلص؟ ما فكرتم تلجؤون للامام المهدي؟ كلما الاعداء يتربصون بنا كلما تشتد الازمه الاقتصاديه والماديه والسياسيه علينا اليس حري بنا ان نوجه الناس الى مهدي ال محمد؟ لا يعني ذلك الا نعمل، انتبهوا لا يعني ذلك الا نعمل لا يعني ذلك الا نواجه العدو الاسرائيلي، لا نواجه اسرائيل. ونقاوم العدو الاسرائيلي والنواصب ونحن لهم بالمرصاد ولكن مع كل ذلك علينا ان لا نترك قضيه الامام المهدي سلام الله عليه. قضيه الامام المهدي نحن لما نصنع شباب مهدويين هؤلاء هم يقفون امام اليهود. هؤلاء هم الذين يهدمون احصنه اليهود. هذا القرار الايماني انه لازم احنا نخلق شخصيات الها علاقه بالامام المهدي. في السواتر ينادون يستقيثون بحجه الله بالامام بالسواتر في كل مكان في كل مراحلنا في كل اماكننا في كل ازمنتنا الامام المهدي نجعله هو المحور نجعله هو الاساس في اللجوء اليه وستجدون البركات المهدويه الطاف الامام عناية الإمام رعاية الإمام يعني هل من المعقول أن نستغيث بحجة الله ببقية الله بإمام زماننا بولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه والإمام لا يغيثنا والإمام لا يستجيب إلينا فلذلك لا بد أن نصنع من أنفسنا أناسا نكون بدرجة أننا نكون من المسارعين في قضاء حوائجه بعد والممتثلين لأوامره. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بالنتيجة يأمر الإنسان الإنسان غير المهيأ يعني الإنسان الذي يدعو لتعجيل فرج الإمام ولكن هو في العقائد غير مهيأ يعني ما عنده معلومات عقائدية في العقيدة مهزوز في العقيدة يقول أنا في رأيي أنت من تقول في رأيي أنت من من متصور من حالك أنت تقول أنا في رأيي يعني هذا الأمر هكذا يتم أنا في رأيي لازم نتعامل أنت من أنا أقول لك إمام معصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف أنت تقول لي أنا بطل من هذه الأنانية اترك كلمة الأنا انظر إلى الإمامك ما إلى إمامك ماذا يقول إذا إحنا توجهنا إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعد ما قل أنا لا تقول أنا أنت منو؟ أنا في رأيي رأيك من هو؟ تصور من أنت اللي تقول أنا في رأيي أنظر إلى الإمام المعصوم أنظر إلى ارتباطك بالإمام أنظر إلى مسؤوليتك في التواصل والترابط مع الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف الإنسان اللي عنده كل التوجه للإمام بعد هذه الدنيويات يبتعد عنها هذا تفكير عقل كله يتغير نحتاج الى غسيل غسيل تعلمون شباب نحتاج الى غسيل من هذه الترسبات الماضيه من هذا الاعلام اللي من هنا وهناك هذا الاعلام اللي موجود في مواقع التواصل شغلونا بامور عجيبه وغريبه بصراحه وهذا اختبار للإنسان المؤمن والمؤمنة اختبار لكم أحذركم أحذر المؤمن والمؤمنة أحذركم أن لا يلتبس الأمر عليكم لا تروحون إلى قضايا في عالم الدنيا توجهوا إلى الإمام المهدي وإذا ما عندكم معرفة ما راح تفهموا شيء إذا ما عندكم عقيدة ما راح تفهموا شيء إحنا نريد يكون عقيدتنا وانتمائنا وسلوكنا اليومي للإمام تركض وراء هذا وتركض وراء ذاك اركض وراء امامك سارع في قضايا حوائجه وايضا كن من الذين يمتثلون لاوامره اين نحن من الامتثال لاوامر الامام المعصوم؟ رحنا بحثنا في الروايات وشفنا الامام المعصوم ماذا يريد منا؟ ما هو تكليفنا في عصر الغيبه؟ وهذه مسؤوليتنا ما تفكر بين لحظه واخرى تموت؟ من اللي ينفعك في هذه الدنيا؟ ينفعك تصورك فهمك للامور قناعاتك الشخصيه من الذي ينفعك؟ الذي ينفعك امام زمانك اللي يقف معك في الدنيا والاخره امام زمانك اللي يخلصك من اهوال الموت امام زمانك اللي ينفعك اذا جاءك منكر ونكير امام زمانك تكون انت برعايه الامام تكون انت باشراف الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف أنا أقول هذا الكلام للمؤمنين والمؤمنات لا تتصور أقول غير الإنسان الملتزم هذا الملتزم خليه على جنب الآن الآن إحنا عندنا مشكلة مع مع الذين يوصفون بالملتزمين انتبهوا يوصفون بالملتزمين لأن هذا الالتزام أيضا بشروط لما أقول هذا إنسان مؤمن وهذه مؤمنة أيضا فيه شروط ليس كل إنسان يتمكن يوصل لدرجات لدرج الإيمان أحسب الناس أن يتركوه أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كل واحد يقول أنا إنسان مؤمن أنا إنسان مهدوي أنا إنسان ملتزم شنو على كيفك أنت تقول أنا إنسان مؤمن ملتزم هذا يحتاج إلى إلى محاربة النفس الأمارة بالسوء تحتاج إلى كفخات هذه النفس الأمارة تحتاج إلى كفخات حتى الإنسان يصير بالطريق الصحيح حتى الإنسان ينتبه هذا النوم الغافلين نطلع من هذه الغفلة ونصيح يا صاحب الزمان روحوا على السطح سطح بيوتكم تحت السماء صلوا ركعتين لصاحب الزمان قول يا مولانا يا صاحب الزمان خذ بيدنا يا حجة الله يا بقية الله أنا الضايع أنا الضايعة ما أدري شنو أسوي أنت خذ بيدي أنت أرشدني دعاء واستغاثة بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، أرواحنا لترى بمقدمه الفداء، وبعد ذلك هذا الذي ينفعكم. يا ناس يا عالم الله وكيلك ترى ما تنفعك الدنيا، مصالح الدنيا، حسابات الدنيا، هذا وذاك، لا تخ لا تجعلون المصالح هي اللي تسير حياتكم. اجعلوا العلاقة مع الإمام، هذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس. هذا يحتاج إلى بناء. فإذا أن نكون من الممتثلين لأوامره والمحامين عنه كيف نحامي عن الإمام المهدي كيف يوميا تقول الإله جعلنا من المحامي تحامي عن الإمام تدافع عن الإمام بمواقفك بعملك هكذا أدافع عن الإمام لمن أجعل مرجعيتي الحقيقية هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف انتمائي وسلوكي إلى الإمام اجلسوا فكروا راجعوا انفسكم اسال من الله الهدايه لي ولكم في ان يتحول مشروعنا المهدوي مشروع على الارض ويسير الشباب نحو الامام المهدي وهذه الحركه المهدويه نحو تعجيل الظهور طبعا يعني ان نعمل ليلا نهار في اصلاح الامه والمجتمع والسابقين الى ارادته هذا نوع اخر ايضا والمستشهدين بين يديه اجمل الشهاده الشهاده بين يدي الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الشهيد الذي يقتل في معركه في معركه حق وباطل ليس في كل معركه ليس في كل معركه الشهيد الذي كان شهيد مع رسول الله مع امير المؤمنين مع الامام الحسين مع اهل البيت والشهاده الرائعه لا تتمنوا الشهاده إلا في ركب الإمام المهدي الشهادة الحقيقية هذه طبعا الدفاع عن وطني والدفاع عن بيتي والدفاع عن إيماني وعن عائلتي وعن مجتمعي هذا أيضا شهادة لا شك ولكن ارتقاء الشهادة أن تكون بين يدي مهدي آل محمد اللهم ارزقنا الشهادة بين يدي مولاي وسيدي وأمنيتي وأملي ومقتداي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله نسير في منهج الإمام المهدي وفي خطى الإمام المهدي وفي ركب الإمام ونسعى 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 ونحاول ونحاول ونستمر 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 في أن وجودنا كله يتحول إلى وجود في ركاب المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف نستمر معكم إن شاء الله مساء كل أحد وكل ثلاثاء الثامنة مساء بتوقيت كربلاء المقدسة في هذا البرنامج وعد الله وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نكون معكم وكل الشكر والتقدير لكم أحبتي والأخوة الكادر في قناة الإمام المهدي الفضائية مكتب كربلاء المقدسة على هذا البرنامج المهم والأساس في حياتنا دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة ولا أنساكم من الدعاء تحت القبة الشريفة لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي الحرم المبارك والطاهر لقمر العشيرة أبي الفضل العباس دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة والخير إن شاء الله وحياكم الله وشكرا لكم على تواجدكم معنا وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله Amen. Oh. Oh.